هندس هكا امين يدندن مع الغنيه 6 على 5 على بالي الناس الكل يعجبني مجد المهندس ما نساها حتى وموا انا اللي نقدروا فيه هو انسان صريح صريح سميهم الكل هذايا انا على بالي وحدك هاو على بالي الكل على بالي الكل وعمل له اغنيه زيد نمشيو للي كارتون ونشوفوا شنو اختاروا اليوم في لي كارتون لي كارتون نبدا بالكارتون تاع علي شنو اخترت علي اليوم اللون اعطيني اللون نعرفش نعطيك اللون الساعة خليني نحكي نحكي بعد نعطي اللون ظاهر قلبك معبي علي دو كارتون على الكارتون في أول أيام تعودة مدرسية تلميذة تقول بالحرف الواحد ما لبستش كمامة خاطر ما عنديش فلوس باش نشريها مدارس على سفح جبل السلوم في القصرين ما عندهمش ماء ما عندهمش لا جيل ولا كمامات ولا غيره نحكيو على ماء مش ماء باش يغسلوا ايديهم نحكيو على ماء صالح للشراب مدرسة الرميلة 18 كيلومتر على القصرين فيها تقريبا 18 تلميذ وهي تحت سفح جبل السلوم تلامذة لماء كما قلت مش للتعقيم ماء صالح للشراب قبل كل شيء كيف كيف زادة مدرسة عين نوبة بعيدة 15 كيلومتر على القصرين كيف كيف لماء ولا كمامات وفيها 18 تلميذ والمدير يقول تسلفنا بالتية متاع ماء باش نجمنا ننظفوا المدرسة باش تلامذة يرجعوا يقرأوا تلامذة هذوما 36 تلميذ في زوز مدارس على سفح جبل السلوم وتعرفوا شو معناتها سفح جبل السلوم يعني ما أقربهم للإرهاب ولكن هما اليوم يحيوا في العلم يحيوا في علم تونس يحيوا في علم الوطن وما عندهمش ماء صالح للشراب ورقة حمراء وغامقة زادة مش حتى حمراء عادية أي غامقة برشا لكل مسؤول عنده ربع مسؤولية في عودة تلامذة تاع عين نوبة والرميلة في ظل الظروف هذه أمين بو أنا وليت بالحق تبقى باهت في 2020 وكيفاش نعيشه معنا وبعديك أقول لك بروتوكول صحي وغيره نمش نشوف الكارتون تاعي يال يوسف الكارتون بو أنا خنخفف خضرة الحمد لله أنا خضرة من الهوند جينا الخضرة زي ومن ملاعبيتنا اللي يلعبوا برا من تونس ملاعبيتنا اللي مشرفينا البرة من تونس نحكي على أسماء الغاوي نحكي على مكرم الميساوي نحكي على أمين بنور ونحكي على جهاد جبلة يعني كل جمعة ولينا نشوفوا التصويرة متاع ملاعب من الملاعبية زوما مش فقط أنه يشارك ويلعب أنه يساهم في التتويجات أسماء الغاوي تتحصل على السوبر وكأس رومانيا مع نادي رامينكو فالسيا أسماء الغاوي اللي كانت حاضرة معنا مرة بالهاتف وحكيت على طموحاتها وأنها تطمح لبرشا ألقاب تهز الدوبلي سوبر وكأس نبروك. رومانيا مكرم الميساوي أمين بنور في رومانيا زاد يهزوا الدوبلي مع نادي دينامو بوخارست وجهاد جبلة اللي في وقت من الأوقات أعلن اعتزاله لكن أنا متأكد وعندي الخبر اليقين أنه باش تمدعته للمنتخب الوطني التونسي باش يرجع جهاد جبالة للمنتخب الوطني التونسي أنه تحصل على كأس سلوفاكيا في أول مباراة يلعبها في سلوفاكيا لعب الدور النهائي تحصل على كأس سلوفاكيا مع نادي تاتران بريساف السلوفاكي وهكا نلقاو أربعة ملاعبية في ظرف أسبوع يحقوا 5 ألقاب كاملة مرة أخرى ما تنجم تكون كان الورقة الخضراء ما هيش الورقة الزرقاء في الهوند هذي اللي ما تخليك ما تلعبش الماتش الجاي هذي ورقة خضراء لملاعبيتنا في الهوند خارج حدود الوطن نمشي نشوف الكارتون تاعي كل الكارتون انا التصوير اللي باش نحكي عليها هكا محطوطه قدامكم في اللايف بالنسبه للناس تسمع فينا كاو ما يتفرج فينا اللايف نحكي على التلميذات اليوم في اول ايام العوده المدرسيه نحكي على السنه الاولى ما تنجم يكونوا كان السنه الاولى ماشيين على كاميونه يقراو فوق بعضهم ما نجمتش حتى نحسبهم فوق ال 20 تلميذ بوتيتر اليوم مانيش باش نحكي على الخطوره نتاع الكمين وقداش الكمين ولاو يخوفونا قداش خسونا في ارواح تاع امهاتنا خواتنا واليوم صغيراتنا زاده والحوادث نتاع الكمين بس المول خطروا هما ماشيين للمدرسه الخطوره كي توصل المدرسه اللي هو انه ما يكون امن مكان في العالم تكون امن فيه تتلقى فيه العلم باش تحلم واللي حبيت يطلع طبيب ويحب يطلع مهندس واللي يمشي يلقى روحه في خطر الوباء الكورونا كحكينا على العوده المدرسيه البروتوكول الصحي حكينا على المدارس هذوما المدارس يمشيو لهم بالكمين حكينا على المدارس هذوما يندربش طبق فيهم بروتوكول صحي ولا لا نتسائل المدرسه اللي مشاو لهم صغيره هذوما فيها آلة قيس حراره ولا اليوم نحكي على محمود مسعد ياو هنا في وسط المدينه ممكن الناس مشات بكرهبه ممكن مشات على سقيم وممكن ديسي بحذا دار ما فماش آلة قيس حراره انا نحب نتسائل على المينيموم تاع البروتوكول الصحي ندرى المدرسه اللي ماشيين لها صغيره هذوما فيها ماء ولا لا وحسب كيما ما قاعدين نشوفوا حتى واحد ما لبس بافيت هذه البافيت اقل حاجه والبافيت اليوم قلنا نجموا نصنعوها في الدار
ما فماش غادي فوقهم جيل ولا صغيرات هذوما لي ان شاء الله الضحكه اللي نشوفوا فيها حتى هما فوق الكاميون في ظروف هذيك ما تنحاش كي يكبروا ويقعدوا ريكونيسون وممتنين لبلادهم وان شاء الله ربي يحميهم ويستر صغيراتنا هذوما بعد الهوام مش نتاع العوده المدرسيه بعيدا على المدارس الكبرى والخاصه واللي متوفر فيها المينيموم مانيش باش نقول كل شيء خاطر حتى المدارس هذوك اليوم للاسف فما البعض منهم ما تبقوش البروتوكول الصحي 100% ان شاء الله ربي يحمي صغيراتنا اللي في المدارس هذوما وان شاء الله يغزروا لهم المسؤولين بعين الرحمه ويعملوا لهم بروتوكول صحي يليق بالظروف اللي تاكيد تكون منعدمه عندهم على خاطر اليوم كي نقولوا ماء وجيل وبافيتو وآلة قيس حراره ما نتصورش نجموا تبقوهم في المدارس اللي ماشيين لهم صغيراتنا هذوما اليوم ينتميوا الى التراب التونسي والتوانسه كيفنا كيفهم فوالا دونك هذوما هذه لي كارتون اليوم.